حدة الأمريكية: طالما أنا رئيس لن يكون بحوزة إيران السلاح النووي. يسعدني أن أطلعكم الشعب الأمريكي يمكن أن تكونوا سعداء، ما من أمريكيين تم إيذائهم في هجوم ليلة أمس من قبل النظام الإيراني، ما من إصابات، كل الجنود بخير وهناك أضرار بسيطة وطفيفة في القواعد العسكرية. إن القوات الأمريكية العظيمة جاهزة لكل الاحتمالات وهي موجودة في المنطقة، وهو أمر ممتاز لكل الأطراف المعنية وللعالم. ما من حياة أمريكية أو عراقية أصيبت بفضل الإجراءات التي اتخذناها والقوات الأمريكية الموجودة هناك وأنظمة الإنذار التي عملت بشكل مميز. إن الرجال والنساء الأمريكيين كلهم هناك، وإن الدول العالم تحملت سلوك الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة والعالم. انتهت هذه الأيام. إن إيران كانت الدولة الأساسية الراعية للإرهاب وحاولت أن تستحوذ على السلاح النووي، وهي زعزعت استقرار العالم المتحضر، ولكننا لن نسمح لذلك. الأسبوع الماضي اتخذنا إجراء حازما لمنع إرهابي متوحش من استهداف الحياة الأمريكية وتحت قيادتي. إن الولايات المتحدة الأمريكية قتلت قاسم سليماني الإرهابي رقم واحد في العالم، وقاسم سليماني كان مسؤولا بصفته مسؤولا عن فيلق القدس، عن أكبر الفظاعات. بالإضافة إلى ذلك هناك ضربات ضد أهداف مدنية، وشارك بدعم منظمات مثل حزب الله وفي كل المنطقة، وأدى إلى إصابة وتعريض آلاف الجنود للخطر وضحايا متعددين. قاسم سليماني أدار الهجوم الأخير على الأمريكيين في العراق وأدى إلى مقتل أمريكي وإصابة آخرين، وأيضا كان مسؤولا عن العنف الذي استهدف السفارة الأمريكية في بغداد، وكان يخطط لهجمات إضافية ولكننا أوقفناه. كانت يد سليماني ملطخة بالدم الأمريكي، وكان يتعين عليه أن ينتهي منذ زمن بعيد. ومن خلال الانتهاء من سليماني نحن نرسل رسالة واضحة للإرهابيين: أنتم لن تهددوا حياة الأمريكيين. نحن نرد على هذه الاعتداءات الإيرانية، والولايات المتحدة الأمريكية سوف تفرض عقوبات اقتصادية إضافية على النظام الإيراني، وهذه العقوبات سوف تستمر وحتى تغير إيران في سلوكها. وإن إيران ضربت مؤخرا الأراضي السعودية المنشآت النفطية فيها، وأسقطت طائرة مسيرة أمريكية، وهذا بعد ما تم توقيع الاتفاق النووي مع إيران، وأعطوا 150 مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى مليارات من الدولارات النقدية. وعوض عن شكر الولايات المتحدة الأمريكية قالوا: الموت لأمريكا. قالوا: الموت لأمريكا في اليوم الذي تم التوقيع على هذا الاتفاق عليه. إن إيران مولت الإرهاب من خلال الأموال التي حصلت عليها من هذا الاتفاق، وكان هناك جحيم في سوريا والعراق ولبنان وأماكن أخرى. إن هذه الصواريخ التي أطلقت يوم أمس مولت من قبل الأموال التي حصلت عليها إيران من الإدارة السابقة، بالإضافة إلى قتل 1500 شخص في مظاهرات متعددة التي كانت تجري
في كل إيران، في كل أنحاء إيران. إن خطة العمل الشاملة المشتركة تنتهي مفاعيلها بالمستقبل القريب، ما يعطي إيران الفرصة لكي تتابع البرنامج النووي. يجب أن تنتهي أو تنهي إيران هذا الطموح النووي وتنهي دعم الإرهاب. الوقت الآن للمملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا وروسيا والصين لكي تتعرف إلى هذه الحقيقة. يجب أن تتفلت مما تبقى من هذا الاتفاق النووي، ويتعين علينا أن نعمل مع بعضنا البعض للتوصل إلى اتفاق مع إيران يجعل من العالم مكانا أفضل وأكثر أمانا. ويجب أن يكون هذا الاتفاق يسمح لإيران بأن تزدهر وتستفيد من الإمكانيات الهائلة التي لديها. إيران هي بلد مميز ويمكن أن تستفيد من اتفاق. إن الأمن والسلام في المنطقة لن يكون طالما أن إيران تستمر في هذا السلوك. إن العالم يود أن يرسل رسالة واضحة للنظام الإيراني إن حملة الإرهاب لن يتم القبول بها بعد الآن. لن يسمح لكم بالاستمرار والمضي قدما في هذا السبيل. اليوم سوف أتحدث وأطلب من مشاركة الشركاء في حلف شمال الأطلسي بعملية في الشرق الأوسط. إن الولايات المتحدة الأمريكية تعاونت مع الحلفاء، وهذا التعاون هو من بين الأولويات الاستراتيجية ويؤدي إلى تعاون على مستوى الدولي، والخيارات أصبحت متاحة في منطقة الشرق الأوسط. نحن الدولة الأولى المصنعة للمنتجة للنفط والغاز في العالم. نحن لسنا بحاجة إلى النفط من منطقة الشرق الأوسط. الجيش الأمريكي تم إعادة تشكيله في إدارتي، و صرفنا عليه 2.3 تريليون دولار أمريكي. إن الجيش الأمريكي أقوى من ذي قبل. إن الصواريخ الأمريكية قوية ودقيقة وقاتلة، وهناك عدد كبير من التطورات التي جرت بتوجيهات من الإدارة من إدارتي أنا. إن هذا التطور العسكري لا يعني أننا نود أن نستخدم القوة العسكرية الأمريكية، حيث أن الاقتصاد هو الرادع الأفضل. منذ 3 أشهر دمرنا 100% من تنظيم الدولة وأراضي الخلافة، ونحن قتلنا القائد المتوحش لتنظيم الدولة البغدادي الذي كان مسؤولا عن مقتل عدد كبير من الأشخاص، مقتل المسلمين والمسيحيين والمدنيين الأبرياء. كان رجلا متوحشا. البغدادي كان يحاول أن يبني الخلافة بقيادة تنظيم الدولة، وهزمناه. عشرات الآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة قتلوا وتم توقيفهم تحت إدارتي. إن تنظيم الدولة هو العدو الطبيعي لإيران. إن انتهاء من تنظيم الدولة هو أمر جيد لإيران، ويجب أن نعمل مع إيران على هذه النقطة وأولويات مشتركة أخرى. في النهاية للشعب الإيراني وللقيادة الإيرانية، نود أن يكون لديكم مستقبل، مستقبل تستاهلوه، مستقبل مزدهر في انسجام مع أمم العالم كافة. الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لمد يد السلام. أود أن أتشكركم. يبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية.